إيران طلعي برا، بيروت حرة حرة. إيران طلعي برا، بيروت حرة حرة. إيران طلعي برا، بيروت حرة حرة. إيران طلعي برا. صراحة لازم يسموه معرض طهران للكتاب، أو مثلا معرض بلاد فارس للكتاب، أو بركة معرض الخامنئي للكتاب. سافقين صورة طول السماء للمجرم قاسم سليماني، حطينا ملونة وعرضينا انه نحن والله بدنا نفوت ونتصور حدا والى اخره. بالكاد في دور نشر عربية، يمكن في ثلاثة او اربعة. احنا اليوم محتلين، يلي حابب ينزل يشوف ويتفرج على معرض بيروت، معرض الكتاب تبع بيروت. ما في شيء اسمه معرض كتاب تبع بيروت، هيدا اسمه معرض طهران تبع الثقافة المحدودة. بتفوت بتلاقي عالم، بتفوت بتشوف بتلاقي سياد بس هيك.